السلام عليكم. واخيرا غادي نشارك معكم الفرحه ديالي. هذا النهار هذا هو نهار ديال تركاب الخواتم، وقلنا انه من بعد التعارف يعني اللي كنا درناه وهضرنا في الموضوع وداك الشيء، قلنا نديروا هذا الشيء رسمي بالخواتم بالجهاز بكل شيء. فداك الشيء اللي داروا عائلته هكا جايين داخلين يكبروا بينا. علاش انا ما درتوش في الدار؟ نورمالمون كيدار في الدار غير حيت الدار عندي صغيره والعدد ديال العائله ديالهم كبار. داك الشيء علاش قلت نديروه في بلاصه هكا مفتوحه تكون زوينه في الطبيعه يكون احسن. دونك فوالا جاو هنايا عائلته، كل واحد هز حاجه من الهدايا اللي جابوا ليا. هذا اللي جاي لقدام العم ديالو الكبير، لان باباه كيف ما عرفتو او كيف ما قلت لكم من قبل باباه مريض شي شويه. داكشي علاش اتفقنا انا والعائله ديالي وقررنا انهم يجيو هنا ونديروا طلب اليد وتقطع الخواتم هنايا، غادي يكون احسن. وفوالا جاو عائلتي تا هما كبروا بيا، جات اختي، بابا، ماما، خويا معايا الحمد لله. باقا ناقصاني عائلتي يعني خالاتي، عماتي، عمامي، تمنيتهم يعني يكونوا معايا حتى في هذه اللحظه، ولكن للاسف البعد ماشي ساهل. دونك هنا كيجي بورا كيعطي الورد، بغيت نشرح لكم التقاليد بالضبط كيفاش كيكونوا. وكنستقبل العائله ديالو كيجيو كيدخلوا وكانهم كيدخلوا. دونك هنا كيكونوا جالسين كبار ديال العائله، تما قدام بابا جالس بابا تبوراك، وجالس يعني ماما، عمو، كلشي. وهنا غادي يبداو المراسم. اختكم فيها ستريس هنايا وكلشي لاحظ فينا ستريس. تخيلوا لا انا لا بوراك، بجوجنا فينا واحد ستريس ماشي عادي. انا غير كنحاول ما نبينش كنحاول ما نبينش، ولكن في الاخر بان فيا ستريس. جات حتى صاحبتي اللي كانت اول مره جات معايا هنا لتركيا، خوله، الناس اللي كانوا متبعيني شحال هذه راه كيعرفوها. جات هي ديجا كيعرفوها عائله بوراك، دونك قلنا هي تترجم. دونك فوالا هنايا كياخذوا التصاور، يعني كناخذوا حنا التصاور العرسان خصهم ياخذوا التصاور. عاد من بعد كيجلسوا كيهضروا العائلات بيناتهم، المهم كيهضروا هضره عادي هكا، كي دايرين كي داز طريقكم شنو وقع. دونك فوالا هادشي اللي وقع. حنا مستريسين، شوفوا براك حتى هما مستريسين، ما كنشوفوا حيتاش فريمون الناس جاوا كثارين. عائلتي انا كنا حنا خمسه الاشخاص مع صحباتي وداكشي، جات حتى غير زانو ميت، ولكن ما ساعدهاش الحظ تجي بكري، جاو معطلين مع الطريق بعيده. دونك فوالا حنا كنا عدد قليل، ولكن تبارك الله وما كانوا العدد كثير غير ديال طال يعني تركاب الخواتم وطلب اليد في نفس الوقت. دونك هنايا كنجلسوا حنا مقابلين مع الناس. هنا بابا كيحاول يقول لصاحبتي خوله باش ترجم ليهم، وحتى هما كيهضروا معاهم، ومهم كيهضروا بيناتهم بحال هكا. وحنا مستريسين هكا جالسين. فضلت انني نشرح لكم العادات والتقاليد بهذه الطريقه هذه، حسن فوق الفيديو حسن ما نهضر بوحدو وعاد ندير لكم الفيديو. هنا بابا مره مره كيضحكني، عاد الفيديو كامل مره مره بابا كيدور يقول لي شي حاجه يضحكني. هنا بابا وماما لبسوا يعني لبسوا جلابه والقفطان و يعني تكشيطه باش نبينوا العادات ديالنا المغربيه. راه الاب ديالو تمايا جالس قدام بابا، عمو، جداتو، صاحبتي راه هي واقفه في الجنب باش كتعاون ماما وبابا. وحنا مستريسين. هنا قلت ليهم غادي نوض نصوب القهوه. دونك هنا صوت القهوه وجيت. هنا في العادات ديال الاتراك كيديروا القهوه، البنت كدير الملحه في القهوه. مؤخرا كلشي ولا كيدير زعما العسل، ولكن انا فضلت ندير العادات ديالهم اللي هما كيعجبوهم الاصيله، هو انه زعما يديروا الملح في القهوه. دونك هنايا فاش كيدير الملح في القهوه راه غتبان لكم كيفاش درتو في الاخر ديال الفيديو. كاين واحد الكليب زوين مصور بالموسيقى وداكشي غتفرجوا فيه في الاخر. هنا جايبه القهوه ديالي غدا بها للعريس من بعد غادي يشربها. دونك الا شربها بلا ما يبين يعني بلا ما يبين انها ضراتو، فهاد الشيء كيعني عندهم في التقاليد ديالهم
كيعني على انه غيصبر الحياة الزوجية والصعاب ديالها. الا ما شربوش ف كيدل على انه ما يقدرش يصبر. دونك بوراك شرب. وهنا تصدم لانه كان كيسحب لي غندير لي السكر. شوف كيفاش شاف فيا. وهنا فاش كنت جايه هنا داخله ماما قالت انه ما كنظنش ان خولة تكون دارت الملحه، ولكن مع الاسف درت الملحه. هنا صافي شرب الماء وصفقوا عليه. هنا كنجلسوا. من بعد نورمالمون كان خصني انا نجيب القهوه نصوبها انا ونفرقها على الضيوف كاملين، ولكن لان العدد الكبير البلاصه فين درت فيها انا طلب لي تقطع الخواتم. هذوك الناس اللي خدامين تما هما اللي صوبوا القهوه وغادي يجيو ويعطيوها للناس الكبارين. من بعد ما كتشرب القهوه كيبدا الهضره يعني على الموضوع بشكل رسمي. حنا هنا بابا كيضحك فيا. شوفوا انا حابسه الضحك، بابا استاج الاخر في الضحك. المهم هنايا كي الناس كلهم كيشربوا القهوه، غير كتشرب القهوه كيبداو الناس كيهضروا في الموضوع. انا الصراحه بابا ضحكني يعني خرجني شويه من ستريس، اما بوراك انا باقي ستريسي. امتى غيتطلق؟ حتى غنديروا الخطبه يعني غنديروا الخطبه الكبيره عاد غادي تطلق. ما يبقاش مستريسي بزاف. هنا ماما قالت مادام شربنا القهوه ندخلوا في الموضوع. ماما مزربانه هنا غادي يطلب بيدي يعمل الكبير. كيف هنا كنسلموا على الناس يعني بابانا ماماتنا عائلة حتى هو. انا كنسلم على اختي، اختي جات وهي تكمل لي الفرحه في الصراحه. هما سلمنا عليهم الطريقه ديالو. من بعد كتجي هنايا بنت هزا بلاطو فيه الخواتم وديك الخيط الأحمر باش يقطعو. نعود لكم العادات هنا هو أنه العم يعني الكبير في عائلة الراجل كيبغي يقطع هذيك الخيط الخواتم، والبنت اللي كتكون هازة كتقول لي راه مقسم كيقطعش حتى كيحط الفلوس، غير كيحط الفلوس كتقول لي صافي كيقطع. دونك هنا كيقطعوا كيقولوا صافي راه كلشي هو هذاك، يعني كيقطعوا وكتم الخطوبة على احسن حال. يا كيسيو فيزا يتمس
Allah hayırlı uğurlu olasın. Allah tamamını كان تمني كن عجبكم الفيديو عافاكم شوفوا حتى الاخر كاين واحد الكليب زوين بزاف جامع كلشي مختصر وهذا يتبع ديال نهار الخطوبه غدا غتشوفوه ان شاء الله.